بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم أعزائنا الطلاب. اليوم إن شاء الله راح نبدأ في الجزء الرابع اللي هي فيتال conception and fetal development. conception and fetal development زي ما حكينا في الأول، ال conception معناها اللي هي joint between sperm and ova and to produce zygote. Zygote the largest cell in the human. Fetal development when implemented of the zygote after division start to develop. طبعا ال time of pregnancy بيعتمد على تقسيمتين، تقسيمة الامبيولوجيست والكلينيكيانس. الامبيولوجيست اللي هم علماء الأجنة بقسموها من لحظة الفيرتيلايزيشن، بيحسبوا الست من لحظة الفيرتيلايزيشن 38 أسبوع، اللي هي الفيرتيلايزيشن ايج a moment of fertilization is due division of pregnancy corresponding to development، اللي هي بقسموها لثلاث مراحل من 0 إلى 3 weeks early development، 3 ل 8 ويكس امبريونيك بيريود. وطبعا هذه المرحله مهمه جدا جدا اللي هي اورجانوجينيسيس. الست مش لازم تاخذ اي نوع من انواع العلاجات لانه في حاجه اسمها بلاد بلاسينتا بارير. البلاد بلاسينتا بارير بيكون لسه مش شغال بشكل جيد وبكون نوت ديفلوبد ويل، فبالتالي هذه العلاجات ممكن تدخل عبر البلاد بلاسينتا بارير فيصير عند البيش عند البيبي ديفورمتي. عشان هيك من الاسبوع الثالث للاسبوع الثامن ممنوع منعا باتا الست تاخذ اي علاجات ما عدا طبعا الفوليك اسيد، لانه يعني الفوليك اسيد بيمنع تشوهات البرين اند النيورال ديفكت. 8 ويكس انتل تيرم فيتال بيريود بيصير فيها ديفلوبمنت للاورجانز اند اول بارت اوف بودي. التوتال جستيشن تايم اللي هي جستيشن تساوي بريجنانسي حمل 38 اسبوع. بالنسبه للكلينيكيان بيعتمدوا طبعا على المنستيرول ايج. المنستيرول ايج هي اللاست منسز از دو ديفيجن اوف بريجنانسي انتو تريمستر. عندنا لما الست بتروح على الطبيب بتسال الطبيبه بتسالها متى اخر منسز، فبتحكي لها مثلا تاريخ كذا كذا وبيحسبوا لها اياها. حنعرف كيف فيما بعد بنحسب مدة الحمل. طبعا بنقسمها لثلاث أقسام، first trimester، second trimester، third trimester. طبعا الرسمة الموجودة تحت بتوضح الفرق بيناتهم. الايرلي امبريونيك بيريود والأورجانوجينيسيس طبعا بيكونوا في أول ثلاث شهور، ومن الأسبوع الثامن إلى نهاية ال 30 أسبوع، 30 أسبوع كاملة. هذه اسمها فيتال ديفلوبمنت. الفيتال ديفلوبمنت تقريبا 30 اسبوع. التراي تريمستر تتقسم كل ثلاث شهور لجزء، فيرست تريمستر، سكند تريمستر، ثيرد تريمستر. ستيجز اوف بريجنانسي اند ديفلوبمنت، في عندنا مجموعه من الستيجز. اول حاجه الفيرتلايزيشن واحنا حكيناها قبل هيك، فيرتلايزيشن جوينت بتوين ايج اند سبيرم اند كونتين زايجوت. embryonic development لكليفج. الكليفج اللي هي عملية الانقسام الميتوزي. الزايغوت 1 cells بتصير 2 cells 4 cells 8 cells 6 cells لحد ما توصل ل 92 cells، يعني بتصير تتضاعف الخلايا بشكل متواصل. الفيتال ديفرنشيشن اللي هي الاورجانوجينيسيس. الاورجانوجينيسيس الاورجانوجينيسيس زي ما حكينا من الاسبوع الرابع، من الاسبوع الثالث للاسبوع الثامن تقريبا. جروث ديفلوبمنت اللي هي انه الاعضاء بيكتمل نموها، يكتمل تكوينها. تشايلد بيرث اللي هي عمليه الولاده. بيزك كونسبت، في عندنا مفاهيم يعني هذه لازم نكون احنا عارفينها وفاهمينها. The fertilization produces a total of 46 chromosomes including an XY combination male or an XX combination female. الآن في عندنا
السبيرم عبارة عن 22 زائد واي أو 22 زائد إكس إذا كان السبيرم أنثوي. بالنسبة للفيميل الأوفا 22 زائد إكس فقط، مشان هيك اللي بيحدد جنس المولود هو الأب، لأنه الواي كروموزوم موجودة فقط عند الأب، والواي كروموزوم هي تعني ميل بيبي. فالآن إذا كان السبيرم حامل إكس كروموزوم فبتيجي بنت، إذا كان السبيرم حامل واي كروموزوم فبتيجي ولد. Organogenesis occur during the first trimester of pregnancy. Specific days are 14 to 56 of gestation. طبعا مرحلة الأورجانوجينيسيس هذه زي ما تو حكينا أهم مرحلة من مراحل الحمل، لأنه فيها بتكون الأعضاء، وإذا دخل أي علاج مثلا أو أي environmental factor أو مثلا malnutrition على سبيل المثال malnutrition كان عند الست، هذا كله هيأثر على نمو وتمايز الأعضاء. وبعد شوي حنشوف تمايز الأعضاء في حاجة اسمها gastrulation كيف تكون ثلاث طبقات، وهذه الثلاث طبقات كل طبقة بتنتج شيء معين من جسم البيبي. Implementation in the uterus occur 6 to 10 days after ovum fertilization. طبعا الزايغوت طبعا بتكون لحظة الفيرتلايزيشن. الآن متى ما صار فيرتلايزيشن وتكون الزايغوت يوميا بصير انقسام ثنائي، على اليوم السادس أو اليوم السابع بصير بلاستوسيست. طبعا هذه البلاستوسيست بتنزل على الرحم، تقعدها يومين ثلاثة في الرحم بشكل إفري، بعدها بصير زراعة في منطقة الفندس، وإحنا حكينا الفندس هو أعلى جزء موجود في اليوترس. الآن على اليوم العاشر تقريبا من اليوم السادس للعاشر بتتفاوت طبعا، بصير implementation للبلاستوسيست، بعدها طبعا بصير division وديفلوبمنت. الأسبوع الأول اسمه division stage أو mitotic stage، إنه بصير عملية الانقسامات fertilization cleavage compaction. الكليفج إنه على اليوم الثاني والثالث بصير انقسامات بتوصل 8 سيلز، الزايغوت بصير 8 سيلز، الكومباكشن 32 سيلز، البلاستوسيست 92 سيل. فمن نسميه الأسبوع الأول أسبوع الانقسام الميتوزي، طبعا بنتهي بالإيش بالimplementation of baby. إحنا بس بهمنا في هذا السلايد إنه الفيرست ويك just for ميوسز الانقسام ميتوزز الانقسام الميتوزي. طبعا الاسبوع الثاني بهمنا فيه انه البليمنتن امبريو بيكم مور ديبلي امبيدد ان اندومتريوم. احنا لما شرحنا درس المستير والبيريود كنا بتكون عندنا ثلاثه لاير اللي هي السوبرفيشال لاير، الميدل سبونجي لاير، والبازل لاير. الآن بيبدأ البيبي يغرز نفسه، بكون قطبين، هدول القطبين بصير يغرز نفسه في إيش في الثلاثة لايرز الموجودة في اليوترس. شوي شوي بيبدأ في السوبرفيشيال، بعدين بوصل للميدل، بعدين بروح لإيش للبيزل سيلز. طبعا التروفوبلاست بتكون الآن الخلايا لما نزلت صار لها زرع في جدار الرحم، بتنقسم لقسمين، قسم بيكون الجنين وقسم بيكون البلاسينتا. القسم اللي بيكون البلاسينتا اسمه تروفوبلاست. التروفوبلاست اللي هي الخلايا الأولية الخاصة بتكوين البلاسينتا، في بدايات البلاسينتا بنسميها تروفوبلاست سيلز. ديفلوبمنت اوف بايلامينر امبريو امنيوتيك كافيتي اند يوك ساك. طبعا في الاسبوع الثاني بنشوف القطبين تبعات الجنين اللي بيبدوا ينغرزوا في الرحم، في جدار الرحم بيبدأ يتكون amniotic cavity اللي هو الممبرين أو الغشاء اللي بده يحط في الجنين، يوكسو ساك اللي هو كيس الكيس الأصفر بيشبه صفار البيض. طبعا صفار البيض هذا أو النقطة السوداء اللي بنشوفها في الرحم هذه بداية تكوين الجنين. الأسبوع الثالث
تو لاير جيرم ديسك، اللي هي واحدة بتعمل في بتعمل بتكون تبدأ تكون البلاسينتا، والطبقة الثانية بتبدأ تكون الجنين. بروماتيز تريك فورمز، اللي هي في بصير زي حركة لا إرادية أو شكل غير منتظم، شكل غير منتظم. جاستروليشن فورم، طبعا هذه مهمة جدا الجاستروليشن، لأنها هي اللي بتبدأ في عملية تكوين الأعضاء، هي أساس الأورجانوجينيسيس، أساس الأورجانوجينيسيس. كانت ترايد لامينار امبريو، طبعا هلقيت حنشوفها بعد هذا السلايد ايش يعني جاستروليشن. نيورال اندكشن، بيبدأ البرين يتكون، بتبدأ السباينال كورد يتكون. طبعا الليفت والرايت سايد بيكون اسيمتري في البدايات، وبعدين بيبدأ يصير سيمتري في نهايات الحمل. الآن خلينا نروح على الصورة. الصورة هذا اللون الأبيض عبارة عن الأوفري، الآن طلعت صار أوفيوليشن، فصار فيرتلايزيشن اللي هي التقاء السبيرم مع الأوفا. بعد ما صار فيرتلايزيشن وتكون الزايجوت على اليوم الزيرو، يعني لحظة هذا الكونسبشن صار زيرو دي اللي هي زايجوت، على اليوم الأول، على اليوم الثاني، الثالث، الرابع، لحد ما يوصل اليوم السادس بيبدأ إيش؟ انقسام ميتوزي ثنائي. الآن على اليوم السابع بيكون نزل على الرحم، بيبدأ ينغرس في جدار الرحم. المنطقة اللي مكتوب عليها امبريو هذا منطقة الفندس، منطقة الفندس. وإحنا حكينا قبل هيك إنه المكان الامبلمنتيشن اوف ذا يوترا اوف ذا فيتس ان ذا فندس، في الفندس بصير امبلمنتيشن للفيتس. طبعا هذه الخلايا اللي بتكون الجنين واشكالها. الجاستروليشن هي عباره عن involve a series of cell migration to position where they will form the three primary cell layer. تكون ثلاثة لاير، تو لاير بلاست، تنتين خارجيات واحدة داخلية، اكتوديرم، اندوديرم، ميزوديرم. احنا بنحفظ الثلاث مصطلحات وايش بيفرز كل مكان، اكتوديرم، اندوديرم، ميزوديرم. اكتو من اسمها outside، outside outer layer. Ectoderm form skin, hair, sweet gland, epithelium, brain and nervous system. كل الأشياء الخارجية والظاهرية بتتكون من الإكتوديرم، بينما الإندوديرم إندو إنر داخلي، كل الأشياء الداخلية بتتكون من الإنر زي digestive system, respiratory system, liver, pancreas, gallbladder and endocrine gland. طبعا في بعض الجلاند زي الثيرويد جلاند والباراثيرويد جلاند، حشوف انه الثيرويد جلاند اول جلاند بتتكون، والثيروكسين اول هرمون بينفرز. الميزوديرم، ميزو حاجه بتربط ميدل لاير، تربط ما بين الاكتو والاندو. ايش بربط بين الاكتو والاندو؟ المصل، الكارتليج، البون، البلاد، ريبرودكتيف سيستم اورجان، كيدني، أشياء مرتبطة في بعضيها. الهارت كمان من ضمن الميزوديرم، الهارت من ضمن الميزوديرم. الآن إحنا حكينا في بداية التمايز بتبدأ البلاسينتا، التروفوبلاست بتكون البلاسينتا. البلاسينتا هذه شكلها، صورة البلاسينتا جريك وورد اللي هي فلات كيك، زي الفلات كيك طبعا يسموها فلات كيك لأنه شكلها هيك رخوي. بتبدأ على الأسبوع الثالث من الحمل. إحنا مش حندقق كثير على الأسابيع، الأرقام المطلوبة إحنا راح أذكر لكم إياها. Growth and increase sickness continue until 60 to 20 weeks. على الأسبوع 16 لأسبوع 20، هذه الصورة تقريبا بلاسينتا كاملة عمرها تكونت وخلصت تكوينها على الأسبوع 20 تقريبا. طبعا الفولي ديفلوبد بلاسينتا بيكون لونها ريد، هي احمر زي ما احنا شايفين الصوره ريد. 400 ل 600 جرام، 400 ل 600 جرام، 400 ل 600 جرام تساوي سدس الويت اوف نيو بورن. يعني لو انولد الطفل وزنه 3 كيلو، 3 كيلو تقسيم 6 500، يعني البلاسينتا هيكون وزنها تقريبا 500 جرام. فالفولي ديفلوبد بلاسينتا ريد 400 ل 600 جرام سدس الويت اوف نيو بورن. الفانكشن تبعت البلاسينتا
هي عبارة عن عضو الإفراز والتشينجز between البادي اوف ماذر اند الفيتس. أول حاجة عنده كراني جلاند، في بداية الحمل يتم إفراز هرمونات الحمل من البلاسينتا. عندنا ال HCG human chorionic gonadotropin هرمون بيفرز من البلاسينتا في بدايات الحمل، هو عبارة عن البايو ماركر اوف بريجنانسي، هي علامة فارقة في الحمل، بنشخص الحمل من وجود ال HCG. استروجين، الاستروجين مشان يعمل جروث اند جروث للسيلز. بروجستيرون، ومهم جدا نعرف انه البروجستيرون وظيفته تو مينتين بريجنانسي، مشان نحافظ على الحمل بدنا بروجستيرون. البروجستيرون في اول 3 شهور يفرز من البلاسينتا، بعد الفيرست تريمستر بصير يفرز من اماكن اخرى. سوري، في بدايات الحمل من الكوربس اليوتيوم، من الكوربس اليوتيوم البروجستيرون بينفرز في بداية الحمل، البروجستيروم من الكوربس اليوتيوم. بعد ما تتكون البلاسينتا بعد الأسبوع الثالث بصير من البلاسينتا، أول 3 أسابيع من الكوربس اليوتيوم، وبعد 3 أسابيع بصير من من البلاسينتا. طبعا البروجستيرون وظيفته زي ما حكينا تو مينتين بريجنانسي. اكسشينج نيوتريانت بتوين ماذر اند فيتاس، ات ريبريزنت از لانج كيدني ستومك اند انتستين، فهي وسيله التواصل ما بين جسم الام وجسم الطفل، وبيتم افراز الفضلات تبعت البيبي عن طريقها واستقبال الغذاء والاكسجين عن طريق البلاسينتا عبر البلد بلاسينتا بارير. اميونولوجيكال اكشن، هي المسؤوله عن تدخيل الميونوجلوبين جي. طبعا الميونوجلوبين جي بيعطي الطفل مناعه لعند 6 شهور از اباسيف اميونيتي، از اباسيف اميونيتي. بروتكتيف بارير اللي حكينا عنها بلاد بلاسينتا بارير، ولكن في بعض الباثوجينز ممكن تدخل عبر البلاد بلاسينتا بارير لانه الموليكيولز تبعتها صغيره جدا جدا، فممكن يصير لها اسكيبنج وتدخل الى الجنين. الفيتال ميمبرين، في عنا تو ميمبرين، التو ميمبرين كلوزلي ابلايد بات سيبريتد، يعني التنين جنب بعضهم لكن ايش كل واحد لحال سيبريتد، بتلاقي بناتهم زي لابريكانت مشان تمنع احتكاكهم والتصاقهم في بعض. واحد انر داخلي اسمه امونيون من الامنيوتيك فلويد من سوائل الجنين. الاوتر كوريون، البوست ميمبرين وظيفتهم الحماية تبعت البيشن الفيتاس والأمنيوتيك فلود، كونتين فيتاس أند أمنيوتيك فلود، طبعا هم اللي بيحموا الفيتاس وبيحافظوا على الأمنيوتيك فلود. طبعا كيب أمنيوتيك فلود أسيس إن فورميشن أوف فلود بروتكشن والماتيريال إكسشينج، وظيفة الفيتال ميمبرينز اللي هي الأمونيون والأمنيوتيك ساك. أمنيوتيك فلويد اللي هي السائل الأمنيوني اللي حوالين الجنين، طبعا allow growth and free movement of fetus. الآن لو إحنا نتخيل شخص في تربة جافة وشخص في مية، مين اللي بيتحرك بسهولة؟ أكيد اللي في المية. allow growth and free movement of fetus equalize pressure and protect fetus from injury. الآن على سبيل المثال لو الست اتزحلقت أو وقعت أو أي شيء، الآن مشان ما تصل ضربة مباشرة للجنين بتصل ارتداد الضربة للجنين، لأنه الفلويد كمية الفلويد بتمتص الضربة، فما بتصل الضربة وجعها المباشر للجنين. maintains temperature and provide small amount of nutrient، اللي بحافظ على حرارة الجنين ضلها 37 هي الأمنيوتيك فلويد. small amount of nutrients، في بعض انواع البروتين موجوده في الامنيوتيك فلويد. ان ليبر، في عمليه الولاده طبعا الامنيوتيك فلويد لها دور في الافيزمنت اوف سيرفكس اند ديليتيشن. ان ليبر بروتكتس بلاسينتا اند امبلايكال كورد فروم بريشر اوف يوتراين كونتراكشن، يعني الان في كونتراكشن في طلق عند الست، لو ما في ميه كان الرحم طبق على الجنين والجنين صار دخل في ديستريس، ولما بصير رابشر ميمبرين
لما بصير رابشر ممبرين انه بصير فتح للامنيوتك ممبرين بتخرج الامنيوتك فلويد، اذا خرجت الامنيوتك فلويد هذا بزود عمليه الافيزمنت اوف سيرفكس. افيزمنت اوف سيرفكس يعني معناها شورتنينج اوف سيرفكس، انه السيرفكس بصير شورت، بدل ما هو 10 سم تقريبا بينضغط وبصير ايش حوالي 1 الى 2 سم. اند دايليتيشن اوف يوتراين بيعمل دايليتيشن للاوبن اوف سيرفكس، الان في السيرفكس بيكسر وبتوسع نتيجه الامنيوتيك فلويد سكيب. في عندنا الامبلايكال كورد، الامبلايكال كورد طوله حوالي 50 سم المعدل تبعه. وظيفه الامبلايكال كورد زي ما احنا عارفين ان هو الجزء الواصل ما بين البلاسينتا اند بيبي، طبعا بيمنع ال sufficient to allow delivery of baby without traction of placenta occur. يعني الان لو البيبي بده ينزل البلاسينتا مش حت، اذا كانت مسافه كافيه ما راح تنشد وينقطع الامبلايكال كورد وتخش السيت في حاجه اسمها bleeding bleeding during labor. الان الافريج 50 سم مشان يعطينا مساحه كافيه ما بين البلاسينتا والجنين لحتى ما يصير شد ما بين الجنين والبلاسينتا وينقطع الحبل السري، فبالتالي يصير نزيف داخلي. طبعا الترانسميت امبلايكال بلاد فيزل، في عنا البلاد فيزلز الموجوده في الامبلايكال كورد عباره عن two artery وان فين. التو artery بتحمل ان اوكسجينيتد بلاد، بينما الفين بيحمل اوكسجينيتد بلاد. عندنا في الانسان الادلت او الانسان الخارج بطن امه عندنا الارتري اوكسجينيتد بلاد والفين دي اوكسجينيتد بلاد. في الجنين عكسها، الجنين عنده تو ارتري دي اوكسجينيتد وان فين اوكسجينيتد بلاد. It doesn't have vein receptor and 400 blood flow each minute. الآن 400 سم بلاد كل دقيقة بتم تكريرها عبر البلاسينتا، هذه كمية مش قليلة، وهذا حتى يوفر كمية أكسجين كافية للبيبي ويوفر مواد غذائية كافية للبيبي. طبعا الأمبلايكال كورد عليه مادة اسمها وارتون جيلي، الوارتون جيلي هذه مادة لزجة هلامية بتكون على الحبل السري حتى تمنع الكينكينج اللي هو التواء الكورد، وتعمل انه يضل حتى ما يصير له كينكينج. وهلقيت لما بيجي الكورد على بعضه بصير له زحلقه نتيجه الماده الجيلي هذه. هاي ووتر كونتنت اوف جيلي كوز ذا كورد تو شرينك كويكلي افتر بيرس بلس بروجسترون افكت بازو كونستركشن افكت ويتش انهبيت بليدنج فروم كورد. الان الوارتون جيلي فيه نسبه عاليه من الميه، الان احنا لو جبنا شويه ميه ونشرناها في الهواء حصير ايفابوريشن حتتبخر، واذا تبخرت حتخلص. وهذه نفس الفكره انه الميه الكثيره اللي في الوارتون جيلي لما بتتبخر بينشف الكورد بعد الولاده، بالاضافه لتاثير البروجسترون. فيش الان بروجسترون بوصل للبيبي فبصير حاجه اسمها فازو كونستريكشن افكت، فبصير تضيق في الشريانين والوريد اللي طالعين من الحبل السري، بالاضافه لجفاف الماء الموجود على الكورد الموجود في الوارتون جيلي. فهدول السببين هم اللي بيؤدوا الى الامبلايكال كورد انه ينشف. فيتال هارت ريت اند فيتال هيموجلوبين، الفيتال هارت ريت 120 ل 160 بيت بير مينت. طبعا الان الفيتال هيموجلوبين طبعا كيبابل تو مينتين هاي اوكسجين ساتوريشن اند لو بريشر اوف اوكسجين، سو كاري 20 to 30% اوكسجين مور ذان مذر بلاد اوكسجين. هذا بدنا نشرحها. الان في عندنا الفيتال هارت ريت، في عندنا مصطلحين، مصطلح اسمه ديسلريشن ومصطلح اسمه اكسلريشن. ديسلريشن واكسلريشن، ديسلريشن عباره عن
decrease of fetal heart rate less than 120. يعني لما بيصل الفيتال هارت ريت اقل من 120 بيجينا مصطلح اسمه ديسلريشن. اكثر من 160 مصطلح اكسلريشن. ديسلريشن تناقص في ضربات القلب تبعت البيبي، اكسلريشن تسارع في ضربات قلب الجنين. طبعا الهيموجلوبين تبع الفيتاس بيكون السيرفيس تبعته لو بريشر، فبالتالي بيمتص كميه، بيستطيع حمل كميه اكسجين اكثر. احنا الساتوريشن عندنا كأضل 100% 100%، لكن عند البيبي في بطن امه بوصل 120% او 130%، من 120 ل 130%. طبعا ليش 120 ل 130%؟ اول حاجه زي ما حكينا انه البريشر على السيرفيس اوف فيتال هيموجلوبين قليل، فبالتالي بيمتص او بيحمل اكثر نسبه من الاكسجين. الشغله الثانيه لانه البيبي في مرحله تكوين وديفلوبمنت، فبالتالي هو محتاج لكميه اكسجين كبيره لحتى يقدر يعمل تمايز وديفلوبمنت للاعضاء تبعته. الهيماتوبويتك سيستم Reticular endothelial system start in liver and extend to spleen, pulmonary lymph node and platelet formation begin at 11th week of gestation. اللي هو جهاز المناعة تقريبا متكون على الأسبوع 11. بهمنا إحنا إنه جهاز المناعة يعني بتكون تقريبا مع بعضه على الأسبوع 11. الفيتال سيركوليشن بنشرحها في ثلاثة سلايد. أول سلايد حنذكر الفتحات اللي بتسكر بعد الولادة مباشرة، بعدين حندخل على الرسمة نرسم نحكي كيف السيركوليشن تبعته، وبعدين نلخصها كسامري. أول حاجة الفيتال سيركوليشن during intrauterine life of fetal respiratory system is not functional well. طبعا زي ما حنشوف respiratory system والdigestive system والليفر والسبلين كل هي واليورينال سيستم كل هيتها not functionally well، بصير functionally well after delivery directly، يعني مجرد ما يصرخ الطفل صرخة الحياة كل الأجهزة بتشتغل سبحان الله العلي العظيم. طبعا because oxygenation of blood is occurring in the placenta، طبعا بياخد الأكسجين والنيوترينت عن طريق البلاسينتا زي ما تو حكينا إنه البلاسينتا هي عضو التغذية والأكسدة والأكسجين والإخراج في نفس الوقت. طبعا في عنا أربع فتحات موجودة في أثناء الحمل، هذه الأربع فتحات مجرد صرخة الحياة بتسكر كل هيتها، وإذا ما سكرت بيصير عنا مشكلة عند البيبي وممكن تتدخل وتحتاج جراحات فيما بعد. أول واحدة اللي هي ductus venosus. ductus venosus running from umbilical vein to the vena cava it carries oxygenated blood to the heart. الدكتس فينوسس اللي هي عبارة عن قناة بتدخل عبر الليفر وبتروح بمر خلالها الامبلايكال فين. طبعا بتحمل اكسجينيتد بلاد. الفرم الاوفال هي الفتحة الموجودة بين الليفت اتريوم والرايت اتريوم. طبعا هذه الفتحة الفرم الاوفال لو ما سكرت بعد الولادة بتكون حاجة اسمها septal defect. ductus arteriosus. ductus arteriosus اللي هي عبارة عن communication duct from pulmonary art to descending art of aorta. it carries deoxygenated blood. الآن الأورطة هو نازل ولافف على الابدومينال أورطة، في نقطة التقاء ما بين البلمونري ارتري والأورطة من فوق على الكورنر تبعهم بصير كوميونيكيشن بنسميه احنا الدكتس ارتريوسس. طبعا احنا هنشوف عندنا شويه في الرسمه الهايبوغاستريك ارتيز اللي هي الارتري الابدومينال ارتري وهي نازله بدها ترجع على الانفيرور فينا كافا بنسميها هايبوغاستريك ارتيز، وهي عباره عن تو ارتري بتحمل دي اوكسجينيتد بلاد. الآن نروح على الرسمة. الآن الأمبلايكال هاي البلاسينتا اللي هي الدائرة اللي تحت،
البلاسينتا بتفتح على الامبلايكال فين اللون الزهري. الامبلايكال فين بيدخل عبر الدكتس فينوسس، دكتس فينوسس موجوده في الليفر جوا الكبد، بتمر عبر الكبد. يعني الان البلاسينتا بيروح الامبلايكال فين ماخذ بلاد اوكسجينيتد بلاد من البلاسينتا وبعبر عبر الليفر من خلال الدكتس فينوسس. الان بعد ما يجلط الدكتس فينوسس يبدا يصير ميكسينج للبلاد. الان الجسم بعد ما خلص يعمل اكسشينج بتوين البيبي تيشو اند بلاد بيطلع لنا في الانفيريور فينا كافا. الانفيريور فينا كافا الان بيجينا بلاد دي اوكسجينيتد مع الاوكسجينيتد بلاد اللي طلع لنا من الدكتس فينوسس من الامبلايكال فين. الانفيريور فينا كافا بصف وين؟ في الرايت اتريوم. الرايت اتريوم بتكون كمية البلاد البريشر تبع البلاد عالي، فبالتالي بيطلع كمية من البلاد عبر الفورام الاوفال على الليفت اتريوم، وجزء من البلاد بينزل على الرايت فينتريكل، طبعا السبيرور فينا كافا اللي فوق بينزل كمية بلاد، البلاد الريتيند فروم الهيد والنيك بينزل على ايش؟ على الانفيريور، على السبيرور فينا كافا، وبصب برضه في الرايت اتريوم. الان الرايت اتريوم بجيب بلاد من الانفيريور من السبيرور فينا كافا والانفيريور فينا كافا، فبكون البريشر عالي، فجزء من البلاد بروح على الليفت اتريوم عبر الفورام الاوفال وجزء بروح على الرايت فينتريكل. طبعا في الرايت فينتريكل بروح على البلمونري ارتري، بتدخل على اللنج تبعت البيبي، بيصير اكسشينج للبلاد والاكسجين، بعديها بطلع على البلمونري فين، الان في البلمونري فين بصب وين؟ في الليفت اتريوم، وطبعا في بلاد جاي من رايت اتريوم على الليفت اتريوم. الان في كميه بلاد جايه من رايت اتريوم من البلمونري فين بتنزل على الليفت فينتريكل. الليفت فينتريكل بطلع على الاورطه، بتنزل تودي على باقي الجسم. التقاء الاورطه مع البلمونري ارتري بيلتقيوا في حاجه اسمها الدي اي اللي هي داكتس ارتريوسس. داكتس ارتريوسس بتنزل على الابدومين الاورطه، بتروح على البادي وبتسحب البلاد دي اوكسجينيتد بلاد وبتطلع عبر الامبلايكال ارتري، التو امبلايكال ارتري اللي هم دي اوكسجينيتد بلاد. هلقيتنا نحكيهم عن طريق الشرح. السمري اوف فيتال سيركوليشن، اول حاجه اوكسجين بلاد انتر تو فيتاس باي امبلايكال فين. احنا حكينا الامبلايكال فين اوكسجينيتد بلاد بياخذ اكسجين من البلاسينتا ويدخل عبر الدكتس فينوسس. امبلايكال فين جو ستريت تو ليفر، بيدخل على الليفر. هاو ايفر موست اوف بلاد جو تو دكتس فينوسس تو انفيريور فينا كافا. طبعا الاكسجينيتد بلاد عبر الامبلايكال فين عبر الدكتس فينوسس بروح على الانفيريور فينا كافا. طبعا الانفيريور فينا كافا كارت سي او 2 بلاد فروم لور بارت اوف فيتاس، بيجينا كميه بلاد تي اوكسجينيتد من تحت من الجسم من تحت تدخل على الانفيريور فينا كافا. لما تدخل على الانفيريور فينا كافا مع الان دي اوكسجينيتد بلاد مع اوكسجينيتد بلاد بيصير له ميكسينج، بيدخلوا وين؟ على الرايت على الليفت اتريوم. الان المين فوليوم اوف بلاد باي باس ستريت تو ليفت اتريوم فيا فورامين اوفال، من الرايت اتريوم بيدخل على الليفت اتريوم عبر الفورامين اوفال. الانفيريور فينا كافا امبتاز اتس بلاد انتو رايت اتريوم، زي ما حكينا في الرايت اتريوم بينزل البلاد من الانفيريور فينا كافا ومن السبيريور فينا كافا، جزء كبير من البلاد عبر البريشر بيدخل على الفورامين اوفال على الليفت اتريوم، والجزء الاخر بينزل على الايش؟ الرايت فينتريكل. الان from left atrium blood pass to left ventricle and out into aorta to supply brain and upper limbs. الان لما وصل left ventricle هيطلع على الاورطه، وين هتسند؟ على الهيد وعلى النك، هيصير اكسشينج للاكسجين، فبالتالي هيرجع وين؟ على الانفيريور فينا كافا، على السبيرور فينا كافا، CO2 blood retain from upper part of body by سبيرور فينا كافا. From سبيرور فينا كافا blood travels through right atrium and ventricle to enter pulmonary artery. الان
نروح على البلمونري ارتري على الرايت اتريوم، هيدخل بالبلمونري ارتري على الرايت اتريوم، فبينزل البلد على الرايت فينتريكل وبالتالي بيطلع على البلمونري ارتري، بيصير كونكشن، التقاء الكونكشن ما بين البلمونري ارتري والاورطه للسندنج اورطه عبر الدكتس فينوسس. Most of blood bypass through ductus arteriosus, sorry, ductus arteriosus, it led to descending arc of aorta. The main volume of blood diverted through hypogastric artery to cord and then to placenta as umbilical arteries for replacement. طبعا هنرجع نعيدها كمان مرة في لقاء الزوم الجاي إن شاء الله. Respiratory system. Respiratory system unfunctional until delivery come. Balmoral surfactant produced by alveoli at cell at 24 week. طبعا active substance تبعت ال surfactant هي الفوسفوليبيدز. طبعا ايش وظيفتها؟ انها تحافظ على البريشر وتضلها الالفولاي open alveoli. طبعا الطفل اللي بنولد قبل الشهر السابع بيحسبوا له كمية السيرفكتانت سريعا، فبتلاقيه اسهل في التعامل عندنا من الطفل اللي بنولد بعد الشهر السابع. بعد الشهر السابع بيكون بدأ يتكون سيرفكتانت، ممكن لما يعوضوا كميات ناقصة ويخش البيبي في ريسبيرت ستريس. فبيعتمدوا على ال ال اس ريشيو، هي الليثيسين سفنجو مايلين. طبعا ريشيو طبعا احنا مش هندقق عليه هذا لأنه أصلا مش موجود عندنا. الرينال سيستم زي ما حكينا برضو الكدني ما بتشتغل إلا لما بنولد الطفل. البلاسينتا act as major excretory organ. It maintain fetal water electrolyte acid base balance. طبعا وظائف الكلية عند الأضلت هي وظائف الكلية عند الجنين. الكلية هي اللي بتحقق الاكسكريتوري اورجان، هي اللي بتطلع عضو الاخراج، بتحافظ على الووتر على الالكترولايت والبيز الاسيد بيز بالانس. طبعا حكينا بتشتغل مباشره بعد الولاده. اليورين از اكسكريتد اند ميكست وذ امنيوتيك فلويد ذات ذا فيتس سوالد. طبعا البيبي بيعمل يورينيشن في اثناء الحمل على الامنيوتيك فلويد وبرجع بشرب من الامنيوتيك فلويد. Neurological system, a brain partially developed at birth, brain tissue developed depend on mother health. الآن لو الست عندها malnutrition ولا أنيميا ولا أي ديزيز أو تروما أو environmental factor أو بتاخذ علاجات، ممكن البرين يتأثر لأنه أنسجة البرين حساسة جدا، بالذات لو صار عند الست نقص أكسجين. فلو صار أي نقص أكسجين البرين تشو بتتأثر. لو دخل اي نوع من انواع الميديكيشن عبر البلد بلاسينتا بارير ممكن البرين يتاثر ويطلع عندنا نيورولوجيكال بروبلم. عشان هيك بيقولوا اعطوا الستات اول 3 شهور فوليك اسيد، واحيانا بطلبوا قبل الحمل 3 شهور فوليك اسيد علشان يمنعوا البرين ديفيت. طبعا يعني الاسبوع 16 بتتكون حركه اسمها كويكننج. كويكننج اللي هي ذا فيرست سترونج موفمنت. طبعا الفيرست سترونج موفمنت هذا على الاسبوع 16، لكن الست اللي بتكون اول مره بتحمل ما بتحس فيها على الاسبوع 16، بتحس فيها على الاسبوع 20. فحنعتمد الكويكننج على الاسبوع 20 مش على الاسبوع 16. افتر 20 ويك فيتس كان هير انترنال اند اكسترنال ساوند. تقدر الام تتواصل مع جنينها. الجاسترونتستال سيستم طبعا بيبدا على الاسبوع الرابع. طبعا بيبدا البيبي ياخد اكله وشربه عن طريق طبعا الانترايزران نيوترين اند اليمنيشن دان ثرو بلاسينتا زي ما حكينا عنها. المذر انسولين داز نوت باس تو فيتاس. الانسولين تبع المذر مش حيعدي لا الفيتاس. الفيتاس سنسز جلايكوجين اند فورم اون فات. البيبي نفسه بكون جلايكوجين لنفسه وبخزن فات ودهون. احتمال على فكرة تخلص المحاضرة، إذا خلصت بنكملها على محاضرة الزوم القادمة. الميكونيوم اللي هي استيرال
dark greenish brown semi-solid residue of bile and embryonic secretion plus cellular waste and swallow hair. يعني كل الأشياء اللي بيبتلعها البيبي هو في بطن أمه من الأمنيتك فلويد بتكون ستول. هذا ستول اسمه ميكونيوم, الفيرست ستول باست افتر ديليفري ميكونيوم. طبعا هو استرال ودارك جرينش براون سيمي ليكويد. اذا الست وهي تولد صار باس ستول او باس ميكونيا, ممكن البيشنت يخش في فيتال هايبوكسيا ويخش في كيميكال نيمونيا. الهيباتيك سيستم اللي هو الليفر بيبدا على الاسبوع الرابع. زي ما احنا شايفين اغلب الاجهزه بتبدا على الاسبوع الرابع اللي هي مرحله الاورجانوجينيسيس زي ما حكينا. رابيد جروث اوف ليفر ديورنج سكند مانث جستيشن. الميتابوليك اند جلايكوجين ستور اورجان سكريت باي. طبعا البيبي بيبدا يكون جلايكوجين ويخزنه مشان يبدا يكون عضلاته, وسكريت باي بيفرز العصاره الصفراويه. Full liver function not achieved until well after delivery. The endocrine system, the fetal adrenal cortex produce cortisol which may be important in the initiation of labor. The fetus adrenal cortex بيبدا يفرز الكورتيزون. الكورتيزون هو اللي بحفز عملية الولادة. طبعا أول جلاند بتشتغل هي الثيرويد جلاند. على الأسبوع الرابع بتبدأ تفرز السيروكسين. على الأسبوع الـ 12 بيبدأ يكون إنسولين خاص فيه. طبعاً في حاجة عندنا في الميتابوليك اللي هي إنه الآن الأم عندها مثلاً سكر عالي, مريضة سكر, أو صار عندها سكر حمل دايابيتس ميليتس. كمية السكر اللي بتوصل للبيبي بتكون عالية جداً جداً, زي سكر أمه, بياخد سكر أمه. الآن بيبدأ الليفر تبع بيبدأ البنكرياس تبع البيبي يفرز إنسولين حتى يقدر يواجه كمية السكر الجاية عن طريق أمه. كمية السكر الكبيرة جاية عن طريق البلاسينتا من أمه, بيبدأ يفرز إنسولين, بيعلي ضل يعلي في نسبة الإنسولين تبعته لحتى إيش يقدر يعمل كنترولينج للبلاد جلوكوز تبعت البيبي. البيبي نفسه بيعمل كنترول لنفسه. فالآن بيضلوا ايش البيبي يعلي الانسولين مقابل السكر اللي بيجي من امه. الان عند الولاده بصير شغله عند البيبي هايبوغلايسيميا. ليش بصير عند البيبي هايبوغلايسيميا وهايبر انسولينيميا؟ الان الست ولدت صار كات للشوجر سبلاي, الان بطل ياخذ من امه سكر. فالان الطفل لسه الجنين متعود على السكر العالي اللي بيجي وبيفرز انسولين عالي. فالآن فجأة تعمل قطع مصدر السكر, الجسم حيرتبك تبع البيبي ما راح يقدر يسيطر على على توقف كمية السكر الوصلة. فبيبقى الأنسولين عالي, بيبدأ السكر اللي في دمه ينزل, فبخش البيبي في هايبوغلايسيميا. مشان هيك احنا بنحكي الستات اللي عنده اللي عندهم دايابيتس ميليتس لازم نهتم في البيبي بعد الولادة انه نقيس السكر تقريبا كل ساعة مشان نمنع الهايبوغلايسيميا. الريبرودكتيف سيستم اللي طبعا على الاسبوع التاسع بتكون الميل اند فيميل اكسترنال جينيتاليا. على الاسبوع ال 12 بتكون ظاهرة بشكل كبير. طبعا الفيتال اوفري هاز ماني بروميدمال فوليكلز اند بروديوس سمول بات انكريزنج اماونت اوف استروجين. طبعا المبيض تبع البنت بيكون متكون, والبويضات الخلايا الاوليه تاعت البويضات موجوده وبتفرز بعض الاستروجين. في سؤال بيجيكو دائما سواء في الجامعه او في المزاوله او مكان, متى بنقدر نحدد جنس الجنين؟ على الاسبوع التاسع ولا على الاسبوع 12 ولا المومنت اوف فيرتيلايزيشن او نان اوف اباف؟ طبعا يتم تحديد جنس الجنين على لحظه الفيرتيلايزيشن, لانه لحظه الفيرتيلايزيشن بصير كونسبشن يا اما بسبيرم ذكري او سبيرم انثوي. خلص بتكون معروف انه هذا ذكر او انثى من لحظه الفيرتيلايزيشن, لكن في التصوير احنا بنشوف على الاسبوع ال 12. فالان تحديد جنس المولود بكون على لحظه الفيرتيلايزيشن, مومنت اوف فيرتيلايزيشن.
هذه مهمة جدا. ترايمستر ان لينكس اوف برجنانسي، طبعا الافرج تبع البرجنانسي 280 يوم 40 ويك، تتقسم على 3 ترايمستر اللي حكيناها في الاول، او 10 لونر مانسز، او 9 كالندر مانسز اللي هي الاشهر الميلادية. ثانك يو فور اول، واشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، والسلام عليكم. Je suis en train de faire.